عليك، لبيك يا ربنا وسعديك، لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل خير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، ونحن في شهر من الأشهر الحرم. يعني إيه الأشهر الحرم يا جماعة؟ إحنا في رجب يا جماعة، يعني لو ما فيش بعد رجب رمضان أو شعبان ورمضان، برضه رجب له قيمته وله فضله. لو ما فيش بعد رجب وشعبان رمضان، برضه رجب وشعبان موسم عبادة. رجب شهر من الأشهر الحرم، يعني إيه؟ يعني الأعمال الصالحة بتضاعف فيه، يعني الأعمال السيئة بتضاعف فيه. يا ترى كل واحد فينا وصل قد إيه لحد دلوقتي؟ فينا ناس ختمت نص المصحف لحد دلوقتي ولا لأ؟ فينا ناس مجتهدة ولا مش مجتهدة؟ عايزين نتكلم يا إخوانا، ولكن الأول أنا مش شايف ولا واحد مع البطاقة بتاعته. البطايق فين يا رجالة؟ فين البطايق؟ لا، كل واحد يطلع المصحف بسرعة، وناس يجيبوا لنا مصاحف بقى، يوزعوا مصاحف على الإخوة والأخوات سريعا كده، عشان نقف مع آيات من كتاب الله النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. يلا رجالة، ها مفيش وقت، احنا في سورة ايه؟ يلا يا جماعة، كل واحد يفتح المصحف بتاعه كده، وكل وقت تفتح المصحف بتاعها، كل واحد يمسك المصحف ويفتحه على آيات الله. خلاص يا إخواني، خلاص يا أخواتنا، كل واحد وكل واحدة مع المصحف بتاعه. انا عايزك تمسك المصحف بتاعك كده، وانت ماسك المصحف تستشعر ده مش كتاب يا جماعة، ده حبل بينك وبين الله. اخوانا، ده الكتاب اللي هيقابلك وانت خارج من تحت التراب يوم القيامة، ويقول لك انا صاحبك القرآن. كل آية من الآيات اللي احنا هنتكلم عنها الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى، انك تفهمها وتعيشها بدرجة في الجنة. اخوانا، ده الكتاب الوحيد اللي الحرف فيه بعشر حسنات، ده الكتاب الوحيد اللي هيستناك وانت طالع من تحت التراب. انا عايزك تمسك المصحف بفرح، عايزك تمسك المصحف باعتزاز وبفرح. في الحقيقة اخونا الكريم بيقول عايزين نتكلم في سورة التوبة. الايات اللي هنتكلم فيها الوقت ده يا جماعة، لو ما عشناهاش وما تربناش على معانيها، مش هيطلع مننا الرجالة اللي هتنفذ سورة التوبة قبل سورة الانفال والتوبة، قبل صور الجهاد في سبيل الله، قبل صور التضحية بالدم في سبيل الله. في سورة الانعام والاعراف احنا هنتكلم عن ايات من سورة الانعام. الحقيقة ايات انا عمري ما بشبع من شرحها، وعمري ما شرحتها في حياتي وحسيت ان انا اتكلمت فيها، وحسيت ان انا قلت اللي انا نفسي اقوله فيها. انا حاسس ان الايات اللي هقولها الليله دي يا اخواني، ما ينفعش انها تتشرح في ليله، ما ينفعش انها تتشرح في درس. صدقا والله يا جماعه، انا مش بقى يعني، انا بقول ان يعني بقول لنفسي كده وانا جاي، بقول انا هقول لهم الايات دي ان شاء الله في ليله في درس، انما انا نيتي ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه لما نفتح مدرسه تربويه بقى، ويبقى في مواد تربويه، قلت الايات دي انا اشرحها على خمس ست مرات على الاقل، على الاقل على خمس ست مرات، لان كل مشهد من المشاهد اللي هنقف معاها دلوقتي محتاجه وقفه طويله. عشان كده كل مره اجي اتكلم في هذه الايات في اي مكان من الاماكن، احس كده ان انا ايه، هو انا قلت ايه، هو انا وصلت ايه. ايات عميقة جدا، ايات مليانة معاني مهولة، ايات انا بالنسبة لي يمكن من اكتر 3-4 مواضع في القرآن غيرت حياتي واثرت في فكري وحياتي، يمكن من اكتر الايات اللي الواحد قرأها طول حياته في كتاب الله او صلى بيها او قام بيها. اخواني في الله، الايات اللي هنتكلم عنها دلوقتي انا بعتذر لنفسي والاخواني ان مش هنتكلم عنها غير في هذه الفترة القليلة ما بين المغرب والعشاء، ولكن يعني للأسف الشديد الايات مكتنزة بالمعاني، ومحتاجة انك تركز معايا كويس جدا وتركزي معايا كويس جدا، عشان نقدر نعيش مع اكبر قدر من المعاني في هذه الايات الى ان يأذن الله، وناخدها بقى ايه واحدة واحدة كده، زي زمان كده لما الواحد كان يروح في اماكن التدبر الخلوي ويتعلم من هذه الايات المجاهدة والتربية، ويتعلم من هذه الايات المعاني اللي يجب ان يتأسس عليها اي انسان عايز يوصل لربنا. ولكن كان الموضوع ده بياخد شهور، الوقت احنا هناخده في حوالي نص ساعة او ساعة لربع. ركزوا معايا يا جماعة، افتحوا معايا صفحة 137 سورة الانعام، صفحة 137، قول الله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى،
مش فلما جن عليه الليل عمي، مش لما الظلام لفه من كل ناحية ما عادش شايف حاجة، ده رأى في عمق الظلام النور جه. يا جماعة في قمة الظلمة النور جه، في قمة الأزمة، في قمة إحساسك إن أنت مش عارفة توصلي لربنا، في قمة إحساسك إن أنت مش عارف تعمل إيه، مش عارف ترضي ربنا إزاي، مش عارف توصل لربنا إزاي، في اللحظة اللي أنت لسه واقف فيها على باب ربنا، لسه واقف فيها على الباب، بس خلاص من جوه هتنهار من كتر إحساسك إنك ما أنتش عارف تعمل إيه، ترضي ربنا إزاي، النور يجي في قلبك إزاي، في قمة الظلام بيتخلق النور. اوعى تفتكر ان رأى ديت فلما جن عليه الليل ورأى، اوعى تفتكر ان هو بص بعينيه كده بس فشاف، ما هو كل يوم كان بيبص لنفس الكوكب، ما هو كل يوم كان بيبص لنفس القمر، ما هو كل يوم كان بيبص لنفس الشمس، اشمعنى النهاردة لما بص للكوكب والشمس والقمر؟ قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات. اشمعنى النهاردة يا جماعة؟ اشمعنى انوار توحيد الوجه على الله تخلقت من النظر للشمس والقمر والكوكب رغم ان سيدنا ابراهيم كل يوم كان بيبص لهم؟ اشمعنى النهارده يا جماعه؟ ده اللي احنا هنفسره الليله. اشمعنى النهارده يا جماعه؟ اشمعنى واحد ممكن يقعد في الدرس الليله او في اي درس من الدروس ويخرج منه يقول لك انا هغير حياتي، وواحد يقعد ويطلع يقول انا ما استفدتش حاجه؟ اشمعنى يا جماعه؟ اشمعنى واحد ممكن يقرا نفس الايه حياته كلها تتغير، وواحد يقرا نفس الايه وهو برضه بيقوم الليل او بيصلي ويخرج منها عادي؟ اشمعنى يا جماعه؟ نفس الشمس اللي سيدنا ابراهيم بصلها هي الشمس اللي طول النهار طالعه علينا النهارده، نفس القمر اللي سيدنا ابراهيم بصله هو نفس القمر اللي انت لو خرجت بره الجامعه وبصيت في السماء هتلاقيه في السماء، نفس الكوكب اللي سيدنا ابراهيم بصله، السماء مليانه كواكب ومليانه نجوم. اشمعنى يا اخوانا؟ اشمعنى في الوقت ده سيدنا ابراهيم وصل لتوحيد الوجه على الله، وصل لمقام وجهت وجهي، وجهي وجهي اللي فيه سمعي، وجهي اللي فيه بصري، وجهي اللي فيه حواسي، انا كل حواسي بقت ليك انت لوحدك يا رب، انا وحدت سمعي مش هسمع غير عنك، انا وجهت بصري ليك انت مش هبص غير اللي يوصلني ليك، انا وجهت كل حواسي وبقى وجهه حياتي هو انت يا رب. اشمعنى النهارده؟ عشان كده بعد الربع بتاع وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات، بعد الربع اللي ربنا ذكر فيه ان سيدنا ابراهيم بص للكوكب وبص للشمس وبص للقمر، انا عايزك تقلب معايا بس صفحتين، اقلبي معايا صفحتين صفحتين، بصوا للربع اللي بعده اللي ربنا بيقول فيه ان الله فالق الحب والنوى. بص في الآية رقم 96 هتلاقي ربنا بيقول والشمس والقمر حسبانا، نفس الشمس والقمر اللي الربع اللي فات كان بيتكلم عن تدبر إبراهيم فيهم. بص في آية 97 وهو الذي جعل لكم النجوم، نفس النجوم اللي سيدنا إبراهيم كان بيتدبر فيها في الربع اللي قبله، كأن ربنا لما جاب لك قصة انقلاب إنسان، قصة انقلاب حياة إنسان بسبب التدبر في الكون، قصة انقلاب حياة إنسان بسبب معرفة الله. الربع اللي بعده ربنا قال لك نفس الشمس هي قدامك كل يوم، الشمس ما اتطفتش والقمر ما راحش، نفس النجوم والكواكب قدامك هي كل يوم، يلا ابدأ، يلا انطلقي، يلا نفس الفرصة اللي كانت قدام إبراهيم الخليل اللي بقى بسببها خليل الرحمن لسه مفتوحة قدامكم كلكم يا جماعة، ولكن مين اللي هينطلق عشان يقتدي بإمام الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ عايزين نرجع تاني للآية 74 في قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. خدوا بالكم يا اخوانا الآيات دي في سورة الأنعام، الأنعام والأعراف جم قبل التوبة والأنفال، خدوا بالكم يا جماعة الأنفال والتوبة بيتكلموا عن الجهاد في سبيل الله وعن رجالة القتال اللي مش هيطب ليه يجي صور مكية بتتكلم عن معرفة الله قبل الصور المتنية اللي بتتكلم عن انك تقدم دمك لله. كل القرآن هتلاقوه بالمنظر ده، بصوا في سورة الأحزاب اللي بتتكلم عن القتال كل الصور اللي قبلها مكية وكل الصور اللي بعدها مكية تتكلم عن ربنا والعبادة، بصوا لسورة النور اللي بتتكلم عن شريعة الله المدنية هتلاقوا كل الصور اللي قبلها مكية وكل الصور اللي بعدها مكية،
بص لصورة محمد والفتح والحجرات، صور القتال في سبيل الله، هتلاقوا كل الصور اللي قبلها مكية وكل الصور اللي بعدها مكية. ليه؟ ليه يا اخوانا؟ سورة التوبة والانفال اللي بتتكلم عن القتال في سبيل الله، يجي قبلها الانعام والاعراف اللي بيتكلموا عن ربنا وعن العبادة وعن العقيدة. ليه؟ اللي مش هيتربى صح يا اخوانا مش هيقدر ينزل الواقع وينصر دين ربنا. خدوا بالكم من المعنى ده كويس جدا، اللي مش هيتبنى صح، اللي مش هيتربى صح مش هيقدر يعمل حاجة. ركز معايا بقى وركزي معايا، قبل ما ننزل تاني في البحر بتاع الآيات لازم نقف مع الوقفة دي يا اخوانا. يا اخوانا اللي مش هيعيش مع معاني الأنعام والأعراف مش هيقدر يعمل بطولات الأنفال والتوبة. اللي مش هيتربى على معرفة ربنا، لو انت بتربتش هنا، لو انت بتربتيش في بيئة الإيمان، لو انت بتربتش في رجب وشعبان ورمضان على العبادة، مش هتقدر تخرج من رمضان بطل، مش هتقدر تخرج من رمضان تقدر تغير في الواقع. سبحان الله العظيم، كنت بقرأ في سورة الكهف لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيقول فأووا إلى الكهف، وأصحاب الكهف قرروا ان هم يدخلوا بيئة الإيمان بتاعتهم، قرروا ان هم يدخلوا الكهف يا رجالة، قرروا ان هم يدخلوا كهف زي الكهف اللي احنا فيه الوقت ده، زي بيئة الإيمان اللي احنا فيها الوقت دي. بقرأ الآيات فلقيت في نفس الصفحة ربنا بيقول فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. قلت ابعثوا، ابعثوا، البعث خرج من الكهف يا جماعة، البعث الواقع الميت اللي برا، أخيرا رجالة البعث، الرجالة اللي ربنا هيبعث الواقع بيهم، الرجالة اللي ربنا هيقوم الواقع بيهم، هيخرجوا من بيئة الإيمان، بيخرجوا من الكهف. يعني عايز أقولك إيه؟ عايز أقولك إن من غير تربية مش هيخرج رجالة. المؤمن آل ياسين ربنا بيقول وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. أقصى المدينة بيعمل إيه؟ بيتربى، بيتربى، بيتزكى. الراجل ده لما نزل في الواقع عمل بطولة ربنا خلدها في القرآن ليوم القيامة. هو دي التربية، ثمرة اللي نزل الواقع بعد ما تربى. إنما اللي نزل الواقع من غير ما يتربى زي اللي أسلموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، في فتح مكة، فالنبي خدهم وراح بهم يقاتل في حنين، هم دول اللي قالوا اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله، هم دول اللي طلعوا يجروا من المعركة وكنا هنتهزم بسببهم في حنين لولا أن ثبت الله نبي الله عليه الصلاة والسلام والصحابة. هم دول اللي جروا. ليه؟ لأنه نزل الواقع من غير ما يتربى، نزل الواقع من غير ما يتضلع من القرآن، نزل الواقع من غير ما يعيش معاني الأنعام والأعراف. فلما نزل واقع الأنفال والتوبة ما قدرش انه يعمل حاجة. عايز اقولك وعايز اقولك انك دورك في الواقع لنصرة الدين على قد ما تتربى هنا صح، دورك في الواقع لانك انت تربي رجالة، دورك في الواقع انك تشتغلي في الدعوة، دورك في الواقع ان لما تيجي ازمة من ازمات الدين تقف مع الدين على قد ما تتربى صح. عشان كده عايزين نهتم قوي بالآيات اللي احنا بنسمعها الوقت يا اخواني، عايزين نركز جدا مع هذه الآيات، لأن على قد ما هتتربى على هذه المعاني على قد ما كل حاجة في حياتك هتتغير بعد كده. يعني في الحقيقة إخواني في الله إن يعني القصة اللي احنا بنتكلم فيها دي قصة انقلاب، إنسان تحول إلى خليل الرحمن. ليه؟ بسبب معرفة الله. انقلاب في الحياة بسبب إيه؟ معرفة الله. واحد هيقولي طب ما أنا عارف ربنا. لا، إحنا مش عارفين ربنا المعرفة اللي تغير حياتنا. أنت ما أنتش عارف ربنا المعرفة اللي تغير حياتك. زي أي واحد قرأ القرآن فحس إن صدره انتعش كده وحس إن إيمانه زاد كده يقولك أيوة كده هي دي القراية. يا ابني أنت متهيألك، يا ابني انت عامل زي اللي واقف ساند ظهره على سور جنينة من بره مش من جوه، فالعطور بتاعت ازهار الجنينة وصل له لحد بره، فهو متهيأله انه جوه الجنينة، انما حقيقة العطور اللي جوه حاجة تانية، فرع من الجنينة مدد لبره فقام منزل عليه تفاحة مثلا، فهو بياكلها متهيأله انه بياكل وهو جوه الجنينة، هو مش عارف الثمار اللي جوه شكلها ايه. يا اخوانا القصة دي بتعلمنا لو معرفة ربنا دخلت في قلبك، لو معرفة ربنا دخلت في قلبك، لو فعلا عرفنا من هو الله حياتنا هتتقلب ازاي، حياتنا هيتغير فيها كل حاجة ازاي. الموضوع الليلة جد يا جماعة، واحنا داخلين على رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى، وفات 10 ايام من رجب
وما عادش غير 50 يوم على يعني اطول موسم للتغيير في السنة كلها. عشان كده عايزين نعلي الكلام بتاعنا وعايزين نركز الوقتي على معاني التربية اللي في الايات. هنتكلم عن ايه؟ الحقيقة ان انا يعني لقيت الايات بتاع سيدنا ابراهيم في سورة الانعام وفي كل مكان في القرآن مليانة فوائد كتير قوي. فلقيت ان في مشاهد اساسية. عشان نلم دماغنا انا هكلمكم عن مشاهد اساسية. المشهد الاول في الايات وده اكتر مشهد يوقفنا الوقت في الايات مشهد المجاهدة. مشهد المجاهدة البطولية اللي سيدنا ابراهيم جاهدها ووصل لما وصل اليه بسبب هذه المجاهدة باذن الله. المشهد الثاني مشهد الهم. يعني ايه الهم؟ في هم ممدوح وهم مذموم. هقول لك الوقت يعني ايه مشهد الهم. المشهد الثالث مشهد الطموح يا شباب. مشهد الطموح يا جماعة. مصيبة التوقف. الاخ يدرس كتاب ويقف عليه. الاخ تحضر لها شهر شهرين دروس وتقف على كده. الاخ مصيبة التوقف. مشهد الطموح يا اخوانا. مشهد ان سيدنا ابراهيم ما كانش بيقنع باي مستوى يوصل له. كل ما يوصل لمستوى عايز اللي بعده عايز اللي بعده ما بيقفش ابدا. ليه؟ هنعرف الوقت ليه. المشهد الرابع مشهد الذاتية. يعني ايه مشهد الذاتية؟ يعني ايه؟ يعني ان سيدنا ابراهيم كان في الموقف ده لوحده. ما كانش معاه زوجة صالحة متجوزة ما كانش لسه فيه. ما كانش معاه طلبة يساعدوه. ما كانش معاه صحبة صالحة. سيدنا ابراهيم عمل ايه في الايات دي؟ المشهد الخامس مشهد الدعوة. يعني ايه مشهد الدعوة؟ هنتكلم الوقت عن اول جولة في حياة سيدنا ابراهيم. اول جولة سيدنا ابراهيم عملها في الواقع. وعمل الجولة دي امتى؟ وعمل فيها ايه؟ وجاب القوة الرهيبة دي منين؟ وهل لو سيدنا ابراهيم ما كانش تدبر في الكون وما كانش وقف الوقفة البطولية الجهادية بتاعته دي كان قدر يواجه الواقع بالقوة دي؟ الآية 74 سيدنا ابراهيم بيقول لابوه أتتخذ أصناما آلهة؟ بس كده. إنما في الآية 80 سيدنا إبراهيم لامم الدنيا كلها حواليه وواقف في وش الدنيا كلها وبيجهر بكلمة الحق في وش الدنيا كلها وبيقول لهم كيف أخاف لو الدنيا كلها وقفت في وش أنا مش أخاف. في آية 74 اشتغل في الدعوة يا جماعة وفي آية 80 اشتغل في الدعوة. ولكن شتان ما بين البطولة بتاعت آية 80 وما بين الدعوة بتاعت آية 74. الفرق ما بين الاثنين ايه؟ الفرق ما بين الاثنين الفترة اللي سيدنا ابراهيم تدبر فيها في الكون، الفترة اللي سيدنا ابراهيم جاهد فيها من اجل الوصول الى الله. يبقى اذا المعنى اللي قلناه في الاول كل ساعة هتقضيها في المجاهدة عشان قلبك ساعة ما هتنزل الواقع هتعرف هي فرقت معك قد ايه. كل ليلة هتقوميها، كل ختمة هتختمها، كل جلسة ضحى هتقعدها، كل درس هتحضريه، كل عمل ايماني هتعمله، كل آية هتجاهد فيها وتفضل ترددها، كل درس علمي هتحضريه. يوم ما تنزل الواقع وتشتغل في الدعوة هتعرف هيفرق معك قد ايه. زي الفرق اللي فرقته معاه اللي فرق مع سيدنا ابراهيم لما وقف من اجل التدبر في الكون. واحد هيقول هو سيدنا ابراهيم كان بيتدبر في الكون ولا في قول ان هو كان واقف بيدعو قومه؟ هقول لك انا مختار القول بتاع امام المفسرين الامام الطبري وبتاع حامل لواء العلم يوم القيامة سيدنا معاذ بن جبل وبتاع كثير من المفسرين ان سيدنا ابراهيم كان متدبرا، كان يجاهد من اجل التدبر، كان يجاهد من اجل الوصول الى جلال الله وعظمة الله من كون الله سبحانه وتعالى. الحقيقة لسه في مشاهد تانية يا جماعة. في مشهد النقلات. يعني ايه مشهد النقلات؟ هنتكلم الوقتي. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ده ما ينفعش، القمر ده ما ينفعش. يعني ايه النقلات؟ يعني كل ما هتبص على سيدنا ابراهيم من آية لآية هتلاقيه نقل نقلة. سيدنا ابراهيم كان حياته كلها نقلات يا جماعة. في اخ بيطلع روحك عشان ينقل نقلة، في اخ بيطلع روحك عشان يطبق السنة، في اخت بتطلع عينين الداعيات الى الله والدعاء الى الله عشان تقدر تقوم ليل، في اخ مرهق معنت لكل اللي بيحاول انه يوجهه، لكل اللي بيحاول انه يربيه،
لكل اللي بيحاول انه يوعظه في اخ مرهق على ما ينقل نقلة في دينه، على ما يسيب المعصية اللي غارس فيها، على ما يقتنع بفكر العبادة، على ما قلبه يعتنق فكر الاستعداد لرمضان، على ما يبدأ يثبت ورد عبادة، على 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 ما يقبل الصحبة الصالحة اللي حواليه، على ما يبدأ يطلب علم، بيطلع روح اللي بيربيه، بيطلع عينين اللي بيوجهه. إنما في إنسان بينقل يا جماعة بكل سهولة. هنتكلم عن مشهد النقلة، وهنتكلم عن مشهد الأنوار، الأنوار المهولة اللي ربنا نزلها على قلب سيدنا إبراهيم. يعني الحقيقة الآيات مشاهد كتير قوي، أنا معرفش هنقدر نتكلم عن إيه من هذه الآيات، هنقدر نقف مع إيه من هذه الآيات، معرفش. ولكن الطلب اللي أنا بطلبه منكم يا إخواني، الآيات دي كافية لتغيير حياة أي إنسان هيفهمها. الآيات دي، الآيات اللي ربنا بيوصف لك فيها بداية سيدنا إبراهيم، البداية بتاعته. يعني دايما لما يقولك مثلا النجم الفلاني، فلما يكلمك عن الفيرست دايز بتاعت النجم الفلاني، الكل يركز، يا ترى فلان ده بدايته كانت ايه، يا ترى ايه العمل اللي عمله في الاول لفت انظار الدنيا ليه، يا ترى ده وهو صغير كان ايه، يا ترى. دايما الناس يا جماعة، دايما لو جبنا مثلا شيخ من المشايخ الكبار او عالم من العلماء، شيخ الألباني الله يرحمه، وقلنا هنعمل حوار معاه يكلمنا عن ايامه الاولى، كان بيطلب علم ازاي، ازاي صدره انشرح للعلم، ايه البداية. يقينا كل بطولة وراها بداية قوية جدا. ربنا جايب لنا بداية سيدنا ابراهيم، الفيرست دايز، الايام الاولى، الايام الاولى. وسيدنا ابراهيم لسه يا جماعة، لسه ما بقاش خليل الرحمن قدام الدنيا. سيدنا ابراهيم لسه ما بناش الكعبة، سيدنا ابراهيم لسه ما لفش الدنيا، سيدنا ابراهيم لسه عايز يوصل لربنا. عشان كده بقول لكم الايات دي غيرت حياتي ليه، لان الايات دي قدوة لينا، قدوة لينا ليه. ربنا بيقولك البداية اهي، عايز تبدأ صح شوف البداية الصح شكلها ايه، شوف اللي عايز يوصل لربنا بيبدأ بداية شكلها ايه. هنتعلم البداية السليمة في العلاقة مع الله، هنتعلم ضربة البدء في التربية من الايات اللي احنا بنتكلم فيها. هنتكلم الاول عن مشهد المجاهدة. ايه مشهد المجاهدة ده؟ فركز معايا الاول من اول آية 74 كده، واذ قال ابراهيم لابيه آزر. واذ لما تسمع كلمة إذ في قصة من قصص الأنبياء أو الصالحين، اعرف ان دي أعظم مشاهد في حياة الصالحين. لما ربنا يقول لك إذ انتبذت من أهلها، إذ جاءها المرسلون، لما تسمع كلمة إذ دي اعرف ان المشهد اللي جاي ده كأن بالظبط كده واحد عاش، سيدنا إبراهيم عاش مثلا حوالي 150 سنة عليه السلام. لما ربنا، لما الآيات تلتقط لك عدة مشاهد من 150 سنة وتجيبها لك، معناها ان دي اعظم مشاهد في 150 سنة. لما السيدة مريم تعيش المدة اللي عاشتها والآيات تلتقط مشهدين معينين، اعرف ان دول اعظم مشاهدين في حياتها. يمكن ده المشهد اللي ربنا رضى عن ده فيه، يمكن ده المشهد اللي ربنا اصطفى ده او اختاره فيه. يا ترى اعظم مشهد في حياتك ايه؟ يا ترى اللحظة اللي ربنا رضى عنك فيها كانت امتى وجت ولا لا؟ يا ترى اللحظة او العمل اللي ربنا هيختارك بسببه جه ولا لا؟ يا ترى العمل اللي هيدخلك الجنة عملتيه ولا لا؟ يا ترى لو احنا قلنا اذ وحبينا نتكلم عنك او عنك، هنلاقي اعمال نقولها ولا لا؟ لما نسمع كلمة اذ، اعظم مشاهد في حياة هذه الشخصية اللي ربنا بيتكلم عنها. اخواننا ربنا بعت 124 الف نبي ورسول، وكل نبي ورسول منهم له صحابة وصحابة صحابة وسلف. انا عايز اقول لكم ان لما ربنا يتكلم القدر اللي اتكلمه في القرآن عن بطولات الصالحين، معناه ان ربنا اختار من ملايين المشاهد البطولية الإيمانية في الحياة، اختار مشاهد معينة. عشان كده لما تشوف المشاهد دي ركز كويس قوي، لان دي اعظم مشاهد بطولية إيمانية اتعملت في الحياة. واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة، انتوا مجانين اللي انتوا بتعملوه ده؟ في شاب بيمشي في الشارع يا جماعة، لما يشوف المتبرجات، لما يشوف اللوحات اللي معلق عليها صور التبرج، لما يشوف الفساد يبقى هيموت عليه. انا شايف اغراء مبين، انا شايف اغراء مبين. انما سيدنا ابراهيم بيقول اني اراك وقومك فيه
ضلال مبين. انك انت تشوف صح، انك ما تتفتنش بالواقع. سيدنا ابراهيم كان ممكن يبص للواقع اللي حواليه ويقول لك انا عايز اجاهد نفسي، لا، ده سيدنا ابراهيم بص للواقع على انه واقع مجانين، اللي العصاة بيعملوه ده جنون. ليه؟ اني اراك وقومك في ضلال مبين. انك انت ما تشوفش التبرج اغراء، انك انت ما تشوفيش الفتن اغراء، انك انت تشوف المعصية على قبحها الحقيقي. وكذلك نري ابراهيم، انا عايزك تركز في كلمة اني اراك. وكذلك نري، فلما جن عليه الليل رأى، فلما رأى الشمس، فلما رأى القمر، فلما رأى. انا عايزك تركز على كلمة رأى دي. رأى دي يعني ربنا وراه يا جماعة، ان ربنا يوريك. انك انت تخرج الليلة تبص في السماء، ربنا يوريك السماء. انت كل مرة كنت بتنظر لها بعينيك، انما ان ربنا يبقى بصرك الذي تبصر به، ان ربنا يأذن انك تشوف الجلال اللي فيها. الافتقار يا جماعة، ان ربنا يفتح على سمعك وعلى بصرك وعلى قلبك فتشوف. فتشوف احيانا الواحد يتدبر في صورة يحس ان هو قلبه يتخلع، تعدي الايام يجي بالصلاة يحس ان هو مش شايف حاجة فيها، يقول سبحان الله. في يوم من الايام ربنا كان موري الواحد، شوف الرؤية اتسحبت منك ليه. وكذلك نري، اي كما اريناه الباطل باطلا، اني اراك وقومك في ضلال مبين، كما اريناه الباطل باطلا سنريه الحق حقا. هنوري ابراهيم، ربنا هيوري ابراهيم الحقيقة، ربنا هيوري ابراهيم الطريق السليم. حاسس انك تايه، حاسس انك انت حيرانة، حاسس انك انت مشتت. يا جماعة، اللي هيعرف ربنا الشتات هينتهي من حياته. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. الله اكبر، الكلمة نفسها تحرك قلبك. ملكوت السماوات والارض، هو ايه الملكوت اللي حوالينا في السماء والارض ده؟ فكرت انك انت تبص فيه قبل كده؟ فكرت انك تقف وتتدبر وتفكر قبل كده؟ ربنا لما اراد ان يوصل ابراهيم لليقين، وصله لليقين من عبادة التدبر في خلق الله. التدبر في خلق الله هي العبادة اللي ربنا اهل بيها الانبياء. لما ربنا اراد انه يأهل ابراهيم، التدبر هو اللي خلى النبي نبي. يا جماعة، من العبادات الخطيرة اللي احنا مقصرين فيها قوي، من العبادات اللي تقلب حياة اي انسان هيركز فيها، عبادة التدبر في خلق الله. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. القضية مش انك انت قريت الايات، القضية مش انك بصيت للسماء والشمس والقمر. مين اللي فكر يا جماعة؟ مين اللي فكر؟ سيدة ام سلمة تقول، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما خرج من بيتي نظر الى السماء. النبي على طول كان بيبص في السماء، الصحابة نفسهم لاحظوها، قالوا وكان كثيرا ما ينظر للسماء. سيدنا ابن عباس مات مرة عند ام المؤمنين ميمونة يراقب قيام النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك النبي لما استيقظ لقيام الليل نظر الى السماء ثم قرأ ان في خلق السماوات والارض. النبي عليه الصلاة والسلام بينشط نفسه لقيام الليل بالتدبر في خلق الله. السيدة عائشة بيقولوا لها، ايه اعجب حاجة شفتها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ اعجب حاجة شفتها ايه؟ موقف بطولي في القتال في سبيل الله، ولا موقف بطولي في الدعوة الى الله، ولا اعجب حاجة؟ قالت لهم اعجب حاجة الليلة اللي نزل فيها قول الله، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قالت لهم الليلة اللي النبي عليه الصلاة والسلام نزل الآيات دي علي فيها، النبي وقف يصلي وسابني بعد ما جلدي مس جلده، سابني في أكتر لحظة ممكن، يعني الزوج اللي بيحب زوجته يبقى عايز يبقى جنب زوجته فيها.
سابني وقف يصلي قعد يعيط لحد ما لحيته اتبلت وبعد كده صدره اتبل وبعد كده الدموع بدأت تبل الارض وقعد يركع ويعيط ويسجد ويعيط عليه الصلاة والسلام. بعد كده نام الدقايق اللي كان بينامها قبل الفجر نام قعد يعيط وهو نايم. سيدنا بلال جاي صحيه لقى النبي مش نايم لقى النبي عينيه مغمضة والدموع نازلة من عينيه عليه الصلاة والسلام. قال له ما يبكيك يا رسول الله مش صحاه؟ قال له انزلت علي الليلة آيات ويل ايها الملتزمين والملتزمات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. يا ويلو اللي هيقرأ الآيات من غير ما يفكر ويعيش معاها. يا ويلو اللي هيبص في السماء والأرض وما يفكرش. يا ويلو اللي الشمس مش هتوصله لربنا. يا ويلو اللي النجوم والمجرات والأرض والعشرين نوع كائن حي اللي على وجه الارض مش هيوصلوا لربنا. يا ويله اللي هيبص في المراية بدل ما يفكر في اعجاز ربنا في خلقه يقعد يفكر في شكله ويفكر في هو وسيم ولا لا ولا. يا ويله ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. لما ربنا اراد ان يوصل ابراهيم لليقين دخلوا من باب التدبر في خلق الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الله أكبر. عرفتوا ليه يا جماعة؟ عرفتوا ليه الشباب شاكك في ربنا؟ عرفتوا ليه الشباب صدورهم مليانة شكوك في وجود الله والعياذ بالله؟ عرفتوا ليه كل شوية تقابل واحد ولا يجيلي واحد ده انا ليا قريب دخل على النت ودخل على مواقع الملحدين وبقى عنده شبهات؟ عرفتوا ليه يا جماعة؟ ليه مفيش وليكون من الموقنين؟ لان محدش بيبص يا اخوانا، محدش بيفكر يا جماعة، محدش بيتدبر. لا انسى مرة وانا في سنة تانية كلية وقلت انا عايز اوصل لايمان حقيقي، يعني مش ايمان كده لان الواحد طلع مسلم او فدخلت معرض كتاب لقيت كتب لاكبر دار شيوعية بتوزع كتب الالحاد في العالم. فلقيت كتاب كده اسمه البيولوجيكال كلوك، كتاب الساعة البيولوجية بالانجليزي. فقلت اجيب الكتاب. بصراحة ما اكدبش عليكم انا كنت بدفع الفلوس وايدي بترتعش، وكنت بمسك الكتاب وايدي بترتعش. ليه؟ خايف ايماني ضعيف، احسن يقولوا لي شبهة تأثر على قلبي ولا حاجة. فتحت الكتاب يا جماعة ما انساش والله العظيم اول صفحة، اذكر اول صفحة وقمت قافل الكتاب وقعدت اضحك. اه يا شوية مجانين، هو ده اللي انتوا بتضلوا العالم بيه؟ اول سؤال في الكتاب كان اول فصل فيه، قالوا سؤال حير الاطباء، لو دخل ميكروب محتاج يتكبر الاف المرات تحت الميكروسكوب عشان يتشاف، لو دخل في دم الام جهاز المناعة كله بيتقلب، جهاز المناعة بيعمل حرب مهولة عليه، في حين ان الجنين بيوصل لتلاتة اربعة خمسة ستة كيلو هو والحاجات اللي حواليه جوه بطن الام، وده جسم غريب عنها، جيناته غير جيناتها، وجهاز المناعة ما بيحاربوش، ومفيش خلية مناعة واحدة بتعمل له حاجة، ده جهاز المناعة بيقعد يحميه. ليه ده حصل؟ قلت اه يا شوية مجانين، هيكون ليه الميكروب اللي جهاز المناعة كله اتقلب عشانه؟ مين اللي قلب جهاز المناعة عليه؟ والجنين ده مين اللي حماه؟ مين اللي حفظه؟ مين اللي رعاه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ حسيت ان الناس دي ما عندهاش حاجة، حسيت ان الناس دي فعلا ما عندهاش اي حاجة. كان في كتاب تاني اشتريته برضو معاه، كان كتاب اسمه Ethology of Animals and Birds، علم سلوك الحيوانات والحشرات والطيور. افتكر والكاتب بتاعه كان شيوعي، افتكر انه كان قاعد يتكلم عن حفلة الزفاف، كان فصل من الفصول حفلة الزفاف بتاعت جواز، معلش يا جماعة يعني
صرصار من صرصاره. والله العظيم قاعد يتجوز، والله يا جماعة يعني واحد ملعب بيتكلم عن حفلة جواز الصراصير، والصراصير لما بتيجي تحضر والرقصة اللي بتحصل في الحفلة، انا بقى مخي هيطير يا جماعة. الناس دي ما سمعتش قول الله الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الناس دي ما سمعتش قول الله وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. الناس دي ما بتشوفش، الناس دي ما بتفهمش. سبحان الله العظيم. وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض اللي هيتدبر هيحصل ايه، وليكون من الموقنين. هيوصل لليقين الراسخ الجازم بوجود الله وعظمة الله وقدرة الله، وهيؤخذ بقلبه الى الله. سيدنا ابراهيم يا جماعة، ودي النقطة الحرجة بقى اللي احنا وصلنا لها. سيدنا ابراهيم يا جماعة حس بحاجة جواه، حس ان الناس دي كلها ضيعة. سيدنا ابراهيم شاف نور ان الناس دي ضيعة، وشاف نور ان الكون ده عظيم. سيدنا ابراهيم في نور جواه، عمل ايه؟ فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. عمل ايه؟ ساب الناس، ركز معايا، ساب الناس وفضل ماشي 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 لحد ما راح في مكان كله ظلمة، لحد ما لف الظلام من كل ناحية. جن عليه يعني لفه الظلام كما يلف الرحم الجنين، يعني بقى كل اللي حواليه ظلمة، مفيش معاه مخلوق. ووقف ما خدش معاه اي حاجة، ما رجعش البيت بتاعه. سيدنا ابراهيم فضل واقف في المكان ده، بص للكوكب لحد ما طلع وغاب. بعد كده مرضاش يروح، بص للقمر لحد ما غاب. القمر بيغيب يا جماعة على جلسة الضحى، نهاية جلسة الضحى. مرضاش يروح ولا ياكل ولا يشرب، بص للشمس لحد ما غابت. والايات ما بتقولكش ان سيدنا ابراهيم بدأ هنا، ده سيدنا ابراهيم الله اعلم هو بدأ من امتى، ولكن الايات بتقولك انه قعد 24 ساعة لا راضي ياكل ولا راضي يشرب ولا راضي ينام. موقف حياته على الوصول الى الله. فلما جن عليه الليل، لما الظلام لفه من كل ناحية، سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله نور وقف. سيدنا ابراهيم في 1000 واحد ممكن في الكرة الارضية وقتها، بص للاصنام كده وقال ايه شوية المجانين اللي قاعدين يعبدوا اوثان دي. وبعد كده مراته نادت له، ولا مراته قالت له تعالى ما نتفسح، ولا جاله تجارة، ولا جاله شغلانة، ولا جاله فسحة فقام سايب ده. اوعى لما ربنا يديك نور ما تقفش عشانه. سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله النور وقف عشان النور يرسخ ويزيد. كم مرة ربنا اداك في قلبك نور انك بتحب القرآن وضيعته واتشغلت عنه؟ كم مرة خرجت من رمضان هتموت عشان قيام الليل واتشغلت عن قيام الليل وراح النور؟ كم مرة ربنا اداك نور وانت ضيعته؟ كم مرة ربنا اداك نور وانت مرضتش تقف عشانه؟ سبحان الله العظيم يا جماعة، كم مرة ضيعنا انوار ربنا ادهلنا. سيدنا ابراهيم لما ربنا اداله النور، يعني انت الوقت ممكن تكون قاعد هتتجنن عشان رمضان، انا عايز استعد في رجب وشعبان، ده نور ربنا ادهولك، اوعى تتشغل عنه بحاجة، اوعى تتشغل عن النور اللي ربنا ادهولك بحاجة. ساعات الواحد يبص في القرآن كده، ايه ده، هو الواحد ازاي مفرط في القرآن وماهوش عايش معه على طول؟ ده نور لو ما اتبعتوش انك انت وقفت عشانه هيروح منك وهيضيع منك. فلما جن عليه لوحده، سيدنا ابراهيم ما كانش معاه حد يا جماعة، وده مشهد الذاتية، ولكن صمم انه يكافح عشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى. كانش في حد معاه، ولكن مصمم انه يكافح. جن عليه الليل يعني ما كانش حد معاه، ده مشهد الهم يا اخوانا. بص يا شباب، في واحد الدين ما هوش قضية من قضايا حياته، قضيته الدنيا اللبس،
وفي واحد الدين عنده قضية من ضمن القضايا، يعني مهم انه يبقى في الدنيا ناجح وفي الدين ناجح. وفي واحد الدين عنده القضية الاولى في حياته، وفي واحد الدين عنده القضية الوحيدة في حياته، ده سيدنا ابراهيم. الدين قضيته الاولى والوحيدة في حياته قضية الهم. يا جماعة انتوا عارفين ليه نفس الشمس اللي سيدنا ابراهيم بص فيها، انت لما بصيت فيها ما وصلتش لوجهت وجهي؟ عارف ليه؟ لانه كان بيبص بهم، بهم الوصول الى الله. اقرأ القرآن بهم الوصول الى الله وشوف هتخرج منه بايه. اسمع درس بهم الوصول الى الله وشوف هتخرج منه بايه. تدبر في الخلق بهم الوصول الى الله وشوف هتوصل ايه. القضية قضية ان الفتح على قدر الهم يا جماعة، الفتح على قدر الهم. سيدنا ابراهيم قصر همه على مراد الله وقصر همه على الوصول الى الله. يعني سبحان الله العظيم، الايات ربنا بيقول لك فلما جن عليه الليل رأى، لما الظلام شد قوي النور جه رأى، لما المجاهدة زادت قوي الفتح جه. ماذا لو غابت المجاهدة؟ اهم معنى الواحد بيتكلم في الايات دي عشانه الليلة، لو مرضتوش انكم تجاهدوا مع شهد رمضان، لو مرضناش ان احنا نروح الليلة نمسك المصحف ونقاتل في الصلاة عشان الايات دي تدخل في قلوبنا. شوف الحديث المرعب عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضياع الايمان. ازاي الايمان بيضيع؟ ازاي الملتزمين بينتكسوا؟ ازاي الملتزمات بيضيعهم وبيدوبهم؟ حديث حذيفة رضي الله عنه، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامانة انها تنزل في جذر قلوب الرجال. بيقول لك تنزل الامانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفعها. ازاي الدين بيترفع من القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النوم، ينام الاخ النوم، تنام الاخت النوم. ياللي ليلك نهارك نايم، ياللي نمت لحد دلوقتي 100 مرة، ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتقبض اي الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فهمتم ولا ما فهمتوش المعنى؟ النبي بيقول لك ازاي الدين بيتسحب من القلب، بيقول لك ازاي يبقى عندك دين وفجأة تلاقي دينك راح وليس فيه شيء. ملتزم شكله من بره ملتزم، منتقبة شكلها من بره منتقبة، وليس فيه شيء من جوه فارغ. بيقول لك ينام الرجل النوم يعني يغفل الغفلة، يعني الاخ ينتكس، يعني الاخ يتشغل عن الدين بتاعه شوية، فتقبض الامانة من قلبه، وهو في الفترة اللي لعب فيها دي تترفع الدين من قلبه، فيظل اثرها مثل الوقت. الوقت اللي هو ايه؟ لما البلحة بتبدأ وهي نية نقطة فيها تستوي، نقطة واحدة. يقول لك ده ايه؟ ده الوقت. النقطة دي دلوقتي يعني ايه؟ يعني القلب يبقى بايظ، ما عادش فيه غير نقطة خير واحدة، نقطة خير هي اللي فاضلة، ثم ينام النوم. بدل ما يكافح عشان الدين يرجع، بدل ما تكافح عشان الايمان يرجع لقلبها تاني، بدل ما يحاول انه ينقذ الايمان قبل ما يضيع الايمان، قبل ما جلسات الضحى تروح منه وما يزعلش، والفجر يروح منه وما يزعلش، وقيام الليل يروح منه وما يزعلش، ويبقى منظر على الفاضي، ثم ينام النوم يظل يلعب تاني في الدين ويغفل تاني ويتشغل بالدنيا تاني، فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجل. عارفين البربوقة؟ البربوقة اللي بتطلع في الجلد، بربوقة من جواها مفيش حاجة،
فالنبي بيقول لك زي جمرة دحرجتها على رجلين واحد، فالجمرة بربقت رجليه فنفط فتراه منتبرة، الرجلين اتنفخت، البرابيق اتنفخت وليس فيه شيء. يبقى منظر من بره وبس، طلع له دقن، نزل على وشها انقاب، ولكن مفيش حقيقة جواه، مفيش دين وليس فيه شيء. ماذا لو ضاعت المجاهدة؟ ماذا لو ضاعت المجاهدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاله أسيد بن حضير قال له يا رسول الله انا كنت بصلي قيام ليل بسورة البقرة امبارح، وانا بصلي يا رسول الله والفرس بتاعي مربوط وابني يحيى نايم جنبه، لقيت الفرس بدأ يهيج. النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ابن حضير، اوعى تكون وقفت، اوعى تكون بطلت. قال له يا رسول الله، فسكت شوية لحد ما الفرس سكت وقمت راجع قاري تاني، فالفرس بدأ يهيج تاني. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اقرأ ابن حضير، اقرأ ابن حضير، اوعى تكون وقفت، اوعى تكون بطلت. قال له فخفت على يحيى فتركت القراءة يا رسول الله. النبي قال له اتدري ما هذا؟ انت عارف ايه اللي حصل ده؟ ها سيد بن حضير قال له فنظرت في السماء فاذا ظل وفيها امثال السرج، سحابة كده فيها شوية ايه مصابيح منورة. النبي قال له انت عارف ده ايه؟ انت عارف اللي انت ضيعته من ايديك ده ايه؟ انت عارف الفتح اللي كان هيجي لو كملت ايه؟ قال له اتدري ما هذا؟ تلك الملائكة تنزلت لقراءاتك ولو اكملت لاصبحت يراها الناس لا تستتر منهم. احيانا الاخ بيزهق والفتح لسه عليه لحظة، احيانا الاخ بيفطر والفتح خلاص هيتنزل. النبي يقول له اقرأ ابن حضير، اوعى تكون وقفت. النبي عارف انها الملائكة، النبي عارف انت لو تعرف الفتوحات اللي مستنياك في الطريق مش هتقف، ولكن مين اللي يعرف ان الفتح على قدر المجاهدة يا جماعة؟ مين اللي يعرف هذا الكلام؟ المشهد الاولاني مشهد المجاهدة، مشهد سيدنا ابراهيم. اول حاجة عملها سيدنا ابراهيم انه وقف حياته لما النور جه، وقف حياته فلما جن عليه الليل راح عشان يشوف هذا النور. تاني بطولة عملها سيدنا ابراهيم انه ما تشغلش عن هذا النور في اي شيء، يعني ربنا بيقولك في الايات فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، الايه اللي بعدها فلما رأى القمر ففورا، الايه اللي بعدها فلما رأى الشمس ففورا. يعني سيدنا ابراهيم ما كانش يبص للكوكب ويستريح شوية، ما كانش يبص، ما تشغلش بحاجة، ما سابش اي حاجة تشغله، ما سابش اي حاجة تضيع النور ده منه. الحاجة الثالثة يا جماعة، ودي النقطة الخطيرة جدا، ان سيدنا ابراهيم ما وقفش عند مستوى معين، ان سيدنا ابراهيم ما قنعش بحاجة وصلها. يعني كان ممكن سيدنا ابراهيم يتدبر ويقول خلاص انا كده حسيت ان انا زي ما كلنا بيحصل لنا، تروح جلسة تدبر في الخلق فتحس بشوية ايمانيات، او تقرأ شوية قرآن فتحس بشوية ايمانيات فخلاص فتسيب التدبر او تسيب التلاوة. سيدنا ابراهيم كمل، مرضاش يقف يا جماعة. ده اللي احنا بنسميه هم الزيادة او الطموح الايماني، او مشهد الطموح الايماني عند سيدنا ابراهيم عليه السلام. مشهد انت عارف انت ليه بتقف، انت عارف انت ليه ما بتكملش، انت عارف انت ليه لما بتتعب شوية او تصلي شوية عارف انت ليه بتقف، لانك انت ما عندكش طموح، ما انتش محدد هدفك ووجهتك في الدين. سيدنا ابراهيم لم يكن يتوقف عليه السلام، كل ما ربنا يديله نور يفكر في النور اللي بعده ويجاهد في النور اللي بعده. ده اللي احنا بنسميه هم الطموح، او هم الزيادة في الدين، او هم. عارفين سيدنا موسى لما بيقول واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي ايه، او امضي ايه حقبة، الحقبة فوق الثمانين سنة، يعني حقب ديت، وفي ناس قالوا الحقب دي الاف السنين. سيدنا موسى عمره ما يعيش العمر ده، سيدنا موسى كان عنده 80 سنة في الوقت ده اصلا. امال سيدنا موسى ايه؟ ان طموح المؤمن اعلى من عمره، ان طموح المؤمن اعلى من حياته، انك لو خدت الف سنة تعبد ربنا مش هتكفي انك انت تشبع من عبادة ربنا سبحانه وتعالى.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. ينفع الكوكب ده يبقى ربنا؟ يعني سيدنا إبراهيم ده يعني لا يمكن ده يبقى كده. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. ده أول نور يا جماعة حصل من التدبر في خلق الله، نور خروج المخلوق من القلب، لأن كل المخلوقات بتقفل يا إخوانا. لا أحب يعني إيه؟ ما ينفعش ربي ما حبوش. يعني أول علاقة بين العبد وبين الله لازم تبقى حب الله، لازم تبقى حب ربنا سبحانه وتعالى. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. نور تعلق القلب بالله. يبقى أول نور دخل القلب نور خروج المخلوق من القلب، تاني نور دخول التعلق بالله في القلب. وبدام الافتقار جه يبقى الفتح جاي، بدام التوسل والتضرع إلى الله جه يبقى الفتح جاي. عشان كده بعدها على طول فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يعني إيه قال يا قوم؟ يا جماعة سيدنا إبراهيم دي فكرة النقلات بقى، فكرة إن سيدنا إبراهيم كان بيتدبر لنفسه في الكون، نقل نقلة وبقى نزل يكلم الناس عن ربنا. ان انت حياتك تبقى نقلات. ساعات تلاقي واحد ملتزم يجي ويفضل معانا كده زي ما هو، ما بينقلش. المفروض ان انت عامل زي العربية بتنقل، يعني شوية انت جيت تسمع دروس، شوية بتنقل وتبدأ تحفظ قرآن، شوية بتنقل وتبدأ تطلب علم، شوية بتنقل وتبدأ تشتغل في الدعوة الى الله، شوية بتنقل وتقف على ثغر من الثغور. في ناس ما بتنقلش يا جماعة. سيدنا ابراهيم نقل في الدعوة الى الله، ولما نزل في الدعوة الى الله نزل نزلة بطولية، وقف في وش قومه كلهم ولم يخاف. قلنا ليه يا جماعة؟ قلنا ليه؟ اللي تربى غير اللي ما ترباش، اللي خد فترة يعيش فيها مع قلبه ويتدبر فيها في الكون غير اللي ما ترباش. يا جماعة يا اخوانا، يعني لما غلام الاخدود اتربى على ايد الراهب، لما نزل الواقع وقف في وش الدنيا كلها ووقف في وش الملك، وربنا غير الواقع كله على ايديه. ليه؟ لانه تربى قبل ما ينزل. لما خالد بن الوليد تربى على ايد النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يقود في مؤتة، مسك 9 سيوف اتكسروا في ايده وايده ما اتكسرتش. ليه؟ لانه تربى قبل ما ينزل. اللي تربى غير اللي ما ترباش. عشان كده واحد من الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان كان رسول الله ايام النبي عليه الصلاة والسلام، ايام المربي كان عايش، ايام ما كان لنا مربي، ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثنا عن الصدقة. المربي بيكلم الطلبة عن عبادة من العبادات اللي هي الصدقة. فالطلبة سخنم، فيقوم احدنا فيذهب الى الجبل فيحتطب، وثم يبيع الحطب بمد من تمر ثم يتصدق به. يعني ممكن صحابي مش لاقي ياكل يسمع المربي بيتكلم عن الصدقة يروح يحتطب عشان يجيب تمر يتصدق به، مش تمر يأكل منه. فالصحابي بيقول لك وإن لأحدهم اليوم 100,000 مد. كان بيدور على جنيه يتصدق به، النهاردة معاه 100,000 جنيه لا يجود منها بشيء. قصد الصحابي ايه؟ قصده ان لما المربي بيبقى موجود بيبقى في حماس تاني يا اخوانا. لما بيغيب المربي بيغيب الحماس للدين. يبقى انت النبي عليه الصلاة والسلام قعد 3 سنين في دار الارقم مع حوالي 20 صحابي. عارفين يعني ايه حوالي 20 صحابي؟ يعني اقل من ورشة، يعني اصغر ورشة في المسجد مثلا. ده العدد اللي كان بيقوم الليل مع النبي عليه الصلاة والسلام في دار الارقم. بس خرج منهم خلفاء العالم، خرج منهم الناس اللي فتحت العالم. ليه؟ لان التربية بتخرج رجالة. زي ما قلت لكم الكهف خرج فابعثوا احدكم، خرج البعث، خرج رجالة البعث في الواقع. عايزين نتربى الفترة الجاية دي يا اخوانا، عايزين نتربى.
عايزين نتربى عشان بعد رمضان لما ننزل الواقع ننزل صح. عايزين يا اخوانا نتضلع من القرآن الكريم، عايزين نتضلع من نور القرآن، عايزين يا اخوانا المعاني بتاعت التدبر في الخلق دي تدخل في قلوبنا. عايزين سيدنا ابراهيم بص في القمر والشمس خرج بوجهت وجهي، انت امتى هتخرج بهذا المقام؟ وامتى قلبك هيبقى وجهته هي ربنا سبحانه وتعالى؟ امتى هيبقى عندك قصر للهم على مراد الله؟ امتى هيبقى عندك توحيد للعزم على الوصول الى الله؟ امتى هيبقى عندك توحيد الوجه على الله؟ امتى؟ يعني لا انسى مرة من المرات وانا طالب، يعني يمكن الرؤية دي قلتها لبعض اخواني قبل كده، يعني وانا طالب شفت النبي عليه الصلاة والسلام واقف على ارض كده، على مدخل ارض كده، والارض يعني طريق رهيب، يعني لما بصيت في الارض ديت يعني منظر يفزع، لا يمكن حد يدخل الارض دي ويخرج منها سليم. تعرف لما تشوف طريق الاف الكيلومترات جوه صحراء قاتلة موحشة، مين اللي يعرف يعدي الطريق ده من غير ما يموت؟ لا يمكن. والنبي عليه الصلاة والسلام واقف على باب الطريق مانع ان اي حد يدخل، ممنوع حد يعدي. فلقيت شاحنتين كبار جدا، شاحنتين كده، الشاحنات المقطورات الكبيرة او ديت، شاحنة سيئها سيدنا ابراهيم وشاحنة سيئها سيدنا موسى عليهم السلام. فقاموا جايين واقفين، فانا فاكر يعني بصيت كده للنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية، النبي مانع ان اي حد يعدي من الطريق ده، فانا باصص يعني النبي هيأذن لهم ولا ايه؟ فالنبي اذن ليهم فعدهم، وفعلا الطريق ده لا يمكن حد هيعرف يعدي فيه من غير ما يهلك الا باذن الله، حد معاه شاحنة بالمنظر ده. فيعني عايز افهم النبي عليه الصلاة والسلام اذن ليهم ليه؟ فالنبي قال كلمة كده لا اذكر بالظبط هي ايه، بس يعني معناها يعني ايه، يعني القضية مش الكلمة قدر ما القضية المعنى. يا جماعة عارفين الشاحنة دي ايه؟ دي القلب يا اخوانا، القلب، القلب الشاحنة، القلب اللي ممكن تنزل به الواقع مهما كان الواقع رهيب وتقدر تعدي به. القلب يا جماعة، القلب، الايات اللي شرحناها ديت 24 ساعة من حياة سيدنا ابراهيم، يعني انت ممكن من الوقت العشاء لبكرة العشاء توصل لوجهت وجهي 24 ساعة من حياة سيدنا ابراهيم. عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان انت طريقك مش طويل، معناه ان المجاهدة بتجيب الثمرة بسرعة. يا اخوانا الامة بنقلة، الامة بنقلة، الواحد اتعلم من حياته كده ان كل مرة هتقوم فيها لله وعزمتك هتشحذ فيها وهتقول انا لازم الاسبوع ده ابقى راجل، انا لازم الاسبوع ده اقاتل في علاقتي بالقرآن، انا لازم الاسبوع ده اركز في تدبر القرآن، الاسبوع ده هينقلك نقلة في حياتك كلها. الامة بنقلة، 24 ساعة نقلت سيدنا ابراهيم لمقام وجهت وجهي، 24 ساعة اخوانا، يعني طريقك مش هيطول، يعني مش هتتعب في طريق المجاهدة، يعني اسرع مما تتخيل لو جاهدت عشان توصل لربنا هتوصل لأعلى المقامات. انا كنت بكلمكم النهاردة ويمكن عارف ان في معاني من اللي انا بقولها يعني ممكن تبقى ايه، يعني يعني عالية شوية على بعض اخواننا او بعض اخواتنا، انما اخواننا هنعلى امتى بقى يا جماعة؟ هنطلع امتى اخواننا؟ المعاني المهولة بتاعت قصص الانبياء اللي تزلزل القلب الحجر دي هنعيشها امتى؟ قصر الهم على مراد الله هتعيشه امتى؟ قصر العزم وتوحيد العزم على الوصول الى الله هتعيشه امتى؟ القلب الشاحنة، القلب اللي تنزل به الواقع الرهيب ده وتخوض به الواقع ولا يتأثر هيجي امتى؟ اليقين الصادق في الله هيملأ قلبك امتى؟ التوحيد الوجه على الله امتى هتقول وجهت وجهي بكل ذرة في كيانك؟ امتى المقامات؟ امتى هتشوف؟ امتى ربنا هيوريك؟ امتى وليكون من الموقنين هتيجي في حياتك؟ امتى لا احب الافلين هتتحقق في قلبك؟ لا احب الدنيا لان الدنيا كلها بتقفل وبتروح. امتى نور لان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين هيجي عندك؟ امتى هتقف بالليل تتوسل وتقول يا رب انقذني يا رب؟ امتى هتتعلم التضرع؟ امتى هتتعلم التوسل والاستغاثة بالله؟ امتى هتتعلم الافتقار؟ امتى الانوار دي هتيجي في حياتك؟
امتى نور وكيف اخاف؟ نور فاي الفريقين احق بالامن؟ امتى الانوار دي هتيجي في حياتك؟ اخر تعليق بعلقه للطلبة اللي جايين النهاردة والطالبات اللي جايين النهاردة وهم عندهم امتحانات يا جماعة، من ضمن الايات ربنا بيقول فاي الفريقين احق بالامن. الطالب اللي يعني بمناسبة تحفيظ القرآن، لان في طلبة يعني وقفوا في تحفيظ القرآن الفترة اللي فاتت، يا جماعة قلنا بلاش نوقف الدين كل ما يحصل مشكلة في الدنيا. يا جماعة فأي الفريقين أحق بالأمن؟ اللي ذاكر وعصى ربنا أحق بالأمن ولا اللي ذاكر ومسك في طاعة ربنا؟ يا ابني انت اللي مستقبلك مضمون عنه. والقضية يا اخوانا مش درجتين في امتحان. ولما تتخرج يا ابني هتتجوز مين؟ مين اللي هيختار لك مراتك؟ ولما هتشتغل يا ابني مين اللي هيفتح لك ابواب الرزق؟ يا اخوانا الرزق مش درجتين في امتحان بس. يا جماعة عايزين نعامل ربنا معاملة صح. يا اخوانا عايزين نفضل ماسكين في حبل الله المتين. وإلا فانت الوقت عندك امتحانات وبكرة عيان وبعده مشغول وبعده عندك ظروف وبعده واحد صاحبك عنده مش عارف ايه. لو كل ما حصل لك عارض سبت الدين عمرك ما توصل لحاجة. يا اخواني في الله يعني عايزين نركز يا جماعة في مسألة الامتحانات. عايزين نركز يا جماعة بالنسبة للطلبة اللي عندهم امتحانات، يعني اذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى اصلح لي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم اسف، اصلح لي شأني كله. انت الوقت تيجي تذاكر تلاقي الدين راح منك، تيجي تتدين تلاقي المذاكرة راحت منك. يا ابني جربت انك انت تتوسل وتقول اصلح لي شأني كله؟ جربت انك تقول يا رب صلح لي مذاكرتي ونفسيتي وصحتي ودنيتي وديني وعبادتي ودعوتي؟ جربت ان انت تقول ده؟ جربت انك انت تحس بمعنى خطير قوي الواحد حس بيه؟ كنت لسه بقول لواحد من اخواننا، بقول له الواحد عاد بيفرح بالازمات ليه؟ لان الواحد لما بتيجي الازمه ويواجهها بالدعاء، لما الازمه بتروح بالدعاء بتفضل ماليه قلبك بيقين طول حياتك. يعني انت ممكن تنجح بالمذاكره بس، انما جرب كده لو انت كل ليله اتوضيت وصليت ركعتين وقلت يا رب نجحني يا رب نجحني، نجاحك هيبقى رصيد ليقينك في قلبك طول حياتك. ليه؟ لانك اجتهدت في الدعاء. يا ابني واجه مشاكل حياتك بالدعاء، اوعى تواجه الامتحانات بالمذاكره بس، اوعى مذاكره ولازم الاجتهاد في الدعاء. وبذكر اخواني الطلبه بقول الله ما نفدت كلمات الله. انت عشان تنجح لازم لازم تبذل مجهود معين، انما عشان ربنا ينجحك في حياتك مش بس في الدراسه. ما ياما يعني زمايلنا كانوا في الكلية وكانوا يعني وتعينوا في الجامعة وحضروا ماجستير ودكتوراه وسافروا برا وموتوا نفسهم وفتحوا عيادات، ما فيش واحد خبط على باب عيادته، فيش واحد جاله، يعني ما فيش حد اصلا جاله بعد كل ده. وممكن واحد تاني تلاقي سبحان الله العظيم ربنا فتح له رزق. يا اخوانا النجاح مش بس اسباب، يا اخوانا النجاح فيه حاجة كبيرة قوي اسمها علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، اسمها ان ربنا اذن ولا ما اذنش. يا اخوانا لازم نتعلم نتعامل بفكر واسع في الحياة، ما نضيقش دماغنا. عشان كده يعني فضل ومنة اللي انا فرحان جدا ان في طلبة كتير اللهم لك الحمد رغم انها ايه امتحانات الا وانهم حاضرين معانا، انما احنا عايزين نفتكر كويس جدا 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 يعني ان احنا نتعامل مع الامتحانات دي بيقين، زي ما ربنا بيقول ما من دابة الا ايه هو اخذ بناصيتها. فاكر يوم امتحان النساء والولادة؟ هو انا قلت المادة اسمها ايه؟ انا كده مش عارف اكمل بقى. فاكر يوم امتحان وكان عندنا يعني مجموعة من الاطباء في هذا القسم، والله يا اخواني يعني سمعتهم زمان بقى الكلام ده طبعا، يعني وطبعا يعني ايه الكلام ده كان زمان يعني مش دلوقتي، سمعتهم تعادل سمعة يعني ايه حاجة رعب، فيلم رعب. يعني لو عايز تجيب لطالب انهيار عصبي تقول له بس الدكتور فلان الفلاني او الدكتورة فلانة الفلانية. فانا فاكر حطونا في مدرج صغير قبل لجنة الشفا وكده، مدبحة صغيرة كده، واخديننا زي الايه زي اللي هتدبحوا اتنين اتنين كده. فانا قاعد سبحان الله العظيم وكنت ليلة الامتحان قاعد اذاكر في كتاب لماذا تأخر المسلمون،
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. المهم يعني فانا داخل كده، ما هو اصل هو الموضوع بلا اسباب، يعني الامتحان ده كان بلا اسباب، ما فيش فيه اسباب اصلا. يعني ايه عارفين اللي هو الدكتور اللي كان عندنا يقوم بعد ما تجاوب له كده يقوم ماسك القلم كده ويقوم عامل كده فيقول لك القلم ده كتب ايه يا ابني، تقول له صفر يقول لك امشي يا ابني انت خدت الدرجه بتاعتك خلاص. فاحنا كان عندنا هذه النوعيات يعني حاجه صعبه جدا يعني. فانا قاعد في البتاع كده، فالعيال انا خايف ادخل لفلان، والتاني يقول انا خايف ادخل لفلان. فانا قلت لهم يا جماعه هو فلان نصيته بايد مين؟ قال لي ربنا. قلت له فلان نصيته بايد مين؟ قال لي ربنا. قلت له يا اخي نواصيهم بايد ربنا، انتوا خايفين من المخلوق ازاي؟ ان شاء ربنا اخذ بنواصيهم اليكم، وان شاء ربنا اخذ بنواصيهم عنكم، هيخربوا بيتكم في اللجنه. يا ابني خلي قلبك متعلق بربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله يا اخواني، من اسهل الامتحانات اللي دخلتها في حياتي والله العظيم، رغم انها كانت مجزره، من اسهل الامتحانات اللي دخلتها في حياتي. امتحان دخلته انت بتذاكر وكل حاجة، ولكن فأي الفريقين احق بالامن يا جماعة، اللي داخل بالمذاكرة بس ولا اللي داخل مذاكر ومع ربنا سبحانه وتعالى؟ اوعى تخسر علاقتك بربنا ايام الامتحانات، اوعى تخسري علاقتك بربنا سبحانه وتعالى ايام الامتحانات. يبقى الحاجة الاولى الاخوة والاخوات، التحفيظ مستمر للرجال في مسجد الصديق يوميا، وللنساء في الجماعة الشرعية يوميا، وعلى موقع الطريق الى الله. مش عايزين ننقطع بسبب اي حاجة، ولو بس تبقى مراجعة، ولو نص صفحة في الاسبوع، ولكن الجهد لا يتوقف. الحاجة التانية يا اخواني، الجدول اللي توزع عليكم ده اللي هو المرحلة التانية من الخطة الخمسية للاستعداد لرمضان. قلنا ان زودنا المرة دي سنن الرواتب، وزودنا المرة دي بدل ربع حزب بقى نص حزب قراءة، وزودنا المرة دي الصيام. خدوا بالكم ان الاثنين والثلاث والاربع 13 و14 و15، عشان كده في الورقة معاكم هتلاقينا معلمين على 13 و14 و15، الاثنين والثلاث والاربع بإذن الله. الجدول هنا عاملها وزودنا هنا يعني بعض الواجبات العملية. المقصد يا اخواني ان الورقة ديت المرحلة التانية في الخطة الخمسية بإذن الله. المرحلة التالتة هتزيد حاجات، الرابعة هتزيد حاجات، الخامسة هتزيد حاجات. فانا عايزكم تركزوا في يعني تطبيق هذا الكلام كحد ادنى بإذن الله سبحانه وتعالى. الاخوان في نشر الهداية موجودين برا المسجد، للي عايز مثلا ورق رجب وشعبان، او عايز ورق واعظي، او عايز ورق واعظي، اخواننا بتوع نشر الهداية موجودين قدام المسجد بعد صلاة العشاء، للي عايز يشتري ورق دعوي عشان يوزعه بإذن الله. الحاجة الاخرانية، الحاجة النهائية دي، حصالة عاملها جمعية الجواد الكريم، ربنا يحفظهم، دكتور محمد منير ربنا يبارك فيه، وانا قاري اللوجو بتاع احلى شباب دكتور محمد الشيخ بقى عليها كمان، يعني مشروع حصالة رمضان. ايه الحصالة دي؟ انتوا الوقت كل واحد منكم هياخد حصالة من دي، خلاص ممكن من خلال الورش مثلا ياخد حصالة من هذه الحصالات، يستلم ويكتب اسمه عشان يبقى ايه معروف ان ده خد حصالة. الحصالة دي بقى كل ما يبقى في جنيه في جيبك جنيه ونص فضة، 2 جنيه فضة، تحطهم فيها، وقبل رمضان هناخدها منك بإذن الله سبحانه وتعالى. الحصالة دي الفلوس اللي فيها هتروح لإيه؟ مكتوب عليها اهو من بره 60% تفطير صايمين في رمضان، يعني بأجر تفطير صايم في رمضان، و40% لشنطة رمضان، يعني برضو تفطير صايمين في رمضان. يبقى إذن هذه الحصالة لتفطير الصائمين في رمضان وكفالة الأسر الفقيرة واليتيمة في رمضان إن شاء الله بإذن الله. في الورش الحصالات متاحة مع باشمهندس أحمد سلطان، الحصالات متاحة، اللي عايز حصالة بعد الدرس ياخدها من الورشة ويكتب اسمه بإذن الله سبحانه وتعالى. وتخيلوا لو كلنا كده مثلا كل واحد وكل واحدة خدوا حصالة من ديت وملا فيها شوية فلوس حلوين كده، تخيلوا احنا ان شاء الله هنشارك في كفالة الأسر الفقيرة بقد ايه. ربنا يسددكم يا اخواني، وربنا يحفظكم يا رب، وربنا يبارك فيكم. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نروح من هنا بقمة العزيمة على التركيز في علاقتنا بالقرآن الفترة الجاية. ركزوا في القرآن يا جماعة، عايزين الاسبوع ده يبقى اسبوع مجاهدة في القرآن. المصاحف دي هتتوزع عليكم برضو من خلال الورش باذن الله سبحانه وتعالى. اللي ياخد مصحف يبدأ بيه ختمة باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.